ما هي سورة التوديع؟ تسمى سورة النصر بسورة التوديع، ويعزى علماء التفسير سبب تسميتها بذلك كونها تضمنت نعي النبي عليه الصلاة والسلام وتوديعه للدنيا، وإخبار الله عز وجل باقتراب أجله، وما فيها من حوادث تبنى عن قرب رحيل ووفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهي تتضمن في ثناياها إتمام الرسالة وأداء الأمانة وختم مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنهائها بما نزل من الوحي. فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أشياخ بدر فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: وإذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا. فقال: ماذا تقول؟ فقال: هو أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. فالحديث النبوي الشريف يبين سورة النصر وما فيها من دلالة على قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام وتوديعه للدنيا.